لكن دارس أن رأيك في إدارة الصعوبات كإدارة منظمة وشغالين شغل مرتب والنازل، يعني أتوقع أنه يمكن فترة طويلة ما شفنا الكرة السودانية إدارة بهذا التنظيم وهذا الترتيب. نعم هشام الصباط بيقود مجلس إدارة احترافي بكل معنى الكلمة، رغم معرفتنا بميول الرجل إلا أنه في جدارته رجل احترافي جدا جدا. أنا شايف أنه الآن يحاول أنه ينقل الهلال نقلة نوعية كبيرة جدا جدا. اللاعبين المحترفين اللي استجلبهم حاليا لاعبين كبار على مستوى القارة بيلعبوا في أندية كبيرة جدا، يعني أندية زي فيتا وفيتا كلوب، فيترا أتلتيكو الأنغولي، أشانتيكو توكو الغاني، أسيك موزة العاجي، لاعبين بنوعية ممتازة جدا ومن داخل القارة السمراء. وأنا كنت أفضل برضو أنه مع اللاعبين الأفارقة كان يكون لاعيبة عرب موجودين أيضا من شمال القارة، لاعيبة توانسة أو لاعيبة مصريين أو لاعيبة مغاربة، لأنه ثبت بالتجربة قبل كده أنه اللاعيبة ديل نجحوا في 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 الأندية السودانية وقدموا مستويات متميزة جدا جدا. حتى هنا في الدوري السعودي اللاعيبة العرب هم من أكثر اللاعبين اللي بينجحوا كمحترفين في الدوري السعودي في الأندية السعودية. فإدارة نادي الهلال بتحاول استجلاب المدرب الكونغولي فلوران إيبينجي، أيضا أحد أفضل 5 مدربين في القارة الأفريقية. أعتقد أنه الهلال لو استكمل ومشى على نفس الخطى أو نفس التخطيط اللي وضعه السيد هشام الصباط مجلس إدارته، نادي الهلال حيكون في الموسم القادم ليس فقط منافس على الدوري السوداني بل حيكون ايضا حيقطع شوط كبير جدا ويمشي مراحل متقدمه جدا جدا في دوري ابطال افريقيا اللي هو طبعا ده الهدف الاساسي لكل من الهلال والمريخ اللي مبتعدين من زمن طويل جدا جدا عن البطولات الافريقيه وعن المراحل المتقدمه في البطوله. جميل.